السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج. من أيام قليلة فاز جوجيش وهو لاعب شطرنج هندي شاب عمره تقريبا 17 عام من مواليد 2006 ببطولة المرشحين، وهي واحدة من أقوى البطولات العالمية بلعبة الشطرنج. طبعا هذا رقم قياسي عالمي ما حد استطاع يوصل له، لأنه كان أصغر عمر يحصل على بطولة العالم هو غاري كاسباروف بعام 1984، كان عمره تقريبا 20 سنة. أما جوجيش الآن فعمره 17 عام، يعني فرق أكثر من 3 سنوات، وهي يعني قفزة كبيرة. فلذلك هذا الشيء خلى كثير من اللاعبين العالميين يتريقوا على جوجيش ويقولوا أنه هو حظ، ويعني تطلع كتير كوميكسات وميمزات وكذا على هالموضوع. خصوصا مثلا انتشر كتير القول المأثور لهتلر، هو طبعا قول غير حقيقي، ولكن يعني بيعملوه كميمز، انه اعطيني سلاحا المانيا وجنديا عربيا وحظ جوجيش لأجعل اوروبا تنام من المغرب. فهل فعلا في حظ بالشطرنج؟ انا هون لا اخبرك الحقيقة. الحقيقة معظم اللاعبين بيعتقدوا انه يعني ما في حظ بالشطرنج، منين بده يجي الحظ؟ طبعا ما في عنا نرد، ما في عنا أوراق لعب شدة أو كوتشينة، ما في عنا عوامل عشوائية، ما في عنا ظروف مناخية، ما في عنا كرة سلة تدور على حافة السلة والكل يحبس أنفاسه وينتظر ماذا ستقرر الكرة، هل ستدخل في السلة أو تقع خارج السلة. ما في عنا كل هالشيء، فمن وين بده يجي الحظ؟ فلذلك تلاقي معظم اللاعبين بيقتنعوا انه الشطرنج ما في حظ، وبالعكس بتلاقي كتير لاعبين متعصبين لهالفكرة ومستعدين يهاجموك اذا قلت في حظ. ولكن بدي افاجئك واصدمك بانه معظم اللاعبين الكبار التوب ريتد، اللاعبين الجراند ماستر والسوبر جراند ماستر، بيعتقدوا انه فعلا في حظ بالشطرنج. طبعا اول شيء، شو هو تعريف الحظ؟ حسب موقع ويكيبيديا هو مجموعة من العوامل الخارجية التي تحدد نتيجة عمل ما بغض النظر عن إرادتك أنت أو توقعك أو استعدادك، يعني بهذا المعنى. والواقع هل لعبة الشطرنج يعني في عوامل خارجية؟ الحقيقة في عوامل خارجية كبيرة، وأهم عامل أنه خصمك هو عامل خارجي عنك، أنت ما فيك تضمن شيء من خصمك، وخصمك بيشكل 50% من اللعبة. فلذلك منشوف شيء طبيعي جدا بلعبة الشطرنج أنه اللاعب الأضعف يفوز. هذا الشيء لو اللعبة مجرد حسابات رياضية هذا الشيء مستحيل يكون موجود. فمنشوف يعني لاعب أضعف ممكن يفوز على لاعب أقوى منه ب400 نقطة تصنيفية، هذا الشيء طبيعي. شو التفسير؟ تفسير أنه في عنا عامل خارجي، في عنا شيء غير المعادلات الرياضية بتحدد مين اللي بده يفوز ومين اللي بده يخسر. طبعا أنا قلت أنه معظم اللاعبين الكبار بيأمنوا بالحظ، هذا الشيء ثابت بعدة أقوال، وأشهرها بتوقع في لقاء لكروانا على اليوتيوب بس قالوا هل انت بتآمن بوجود الحظ بالشطرنج؟ هل الشطرنج لعبة حظ؟ فبقول لهم نعم، هذا الحظ موجود، ودائما انا بكون في بطولات يعني محظز وبحقق نتائج كبيرة، وبطولات يعني بكون غير محظز مثل ما بقولوا بجيب العيد. فيعني كل بطولة إلى ظروفها، فبالتالي هو نفسه الشخص يعني نفسه موجود، ولكن ببطولة بيعمل انجازات كبيرة وبطولة تانية بيطلع بذيل الترتيب. وعنا قول مشهور جدا لكابابلانكا، يعني يعتبر أيقونة بالأقوال المأثورة بالشطرنج. كابابلانكا بيقول اللاعب الجيد دائما محظوظ. قد تظن انه يعني هاي القول ضد الحظ، لانه عم يقول انه اللاعب الجيد يعني هو دائما محظوظ، ولكن ايضا فينا نفهمه انه كابابلانكا كان مؤمن بالحظ، ولكن بشوف انه الحظ يعني بخدم اللاعب القوي، وبالتالي ممكن انت تلعب مع لاعب قوي وبتصير معنا كتير بتلاحظ انه اخذت افضلية عليه ووصلت لموقف رابح، ولكن بالاخر بتخسر لاسباب تافهة، كضغط وقت، كضجة، كتشويش، كبلندر. فهذا الشيء بتحسه انه فعلا موجود وعم يخدم خصمك ضده. وايضا بتوقع زي ما بذكر بكاسباروف باحد كتبه، بتوقع هو كتاب اسلافي، فبكون عم حلل المباراة للاسكر، فهون بشوف خط جميل يعني فبحلله وبيقول يعني من حسن حظي اني اكتشفت هذا الخط او انه شفت هذا الخط. فالمفروض حسب قواعد الشطرنج وحسب الخطوات المنطقية اللي بتبعى لاعب، المفروض انه هذا الخط ما يظهر، انه ما يتحلل، ولكن كاسباروف حس بوجوده، ولما حلله فعلا اكتشف انه فعلا خط صحيح، فقال انه انا اكتشفته بالحظ.
وموضوع الحظ بالشطرنج يعني موضوع كبير، وكثير من المؤلفين حكوا عنه وحتى تألفت كتب عنه. فمثلا عندنا هذا الكتاب How to be lucky and chess، يعني كيف تكون محظوظا بالشطرنج، كتاب كامل عم يشرح مواضيع من هذا القبيل. هي انا ما قريته للكتاب كله، فممكن نعمل حلقة ثانية ونلخصه ونشوف شو ممكن يكون في اضافات عن حلقتنا هاي. طبعا الان نجي للموضوع المهم، منين بده يجي الحظ بالشطرنج؟ مثل ما قلنا ما في ورق لعب، ما في نرد، ما في أي عوامل خارجية. الحقيقة الحظ بالشطرنج ممكن يجي من عدة عوامل. أول عامل مثل ما قلنا الخصم، أنت خصمك ما بتعرف شو ظروفه، ما بتعرف شو وضعه، ممكن يكون بكامل استعداده، ممكن يعمل أخطاء تكتيكية، ممكن يكون عنده مشاكل بالبيت وطالع مانه مستعد يلعب نقلة واحدة بتركيز. فإذا باعتبار أنه في عامل خارجي بعيد عنك تماما واللي هو خصمك، فإذا أنت بدك تدعي ربك أنه يكون خصمك مساعد إليك للفوز. طبعا في عنا قصة طريفة، بيكون أحد لاعبين النرويجيين الكبار اسمه جيم لوي، فبلعب مباراة يعني سيئة جدا، فلما بسألوه انه ليش هيك خسرت، شو هاللعب هاد، فبقول لهم حظ. يعني بقولوا ليش في حظ بالشطرنج؟ بقول لهم طبعا خصمي كان محظوظ حيث انه لعب مع لاعب احمق. وانا بذكر مرة بقصة انه شاركت ببطولة، وكانت ببدايات انشائي للقناة، وكنت حابب اظهر يعني بمظهر انه لاعب جيد، لاعب قوي، حتى يكون كنوع من التسويق للقناة. فقبل البطولة بعدة ايام بلشت احضر واراجع الريبرتوار تبعي، واراجع الافتتاح، واحضر تكتيكات واحل تكتيكات والعب، بحيث انه يعني استرجع نشاطي واكون داخل بقوة على هاي البطولة. فعلا اول مباراة يعني دخلت بقمة الحماس ودخلت بقمة الاستعداد، ونايم بشكل جيد ومستعد نفسيا وفنيا، فلعبت مع خصم فعلا يعني بكامل تركيزي، وكان يعني لعبته بمستوى عالي جدا، واستطعت انه اربح. كانت هاي الجولة مسائية، كان في جولة صباحية باليوم التالي، فصار في عنا عطل بالوظيفة محل ما بدي اشتغل، وما استطعت انام يعني طول الليل نشتغل بهذا العطل، ما استطعت انام ولا دقيقة بالليل. والمباراة كانت الصبح الساعة 10، فرحت على البطولة وحتى ما فطرت يعني بدون فطور بدون نوم، فماني قادر أركز ولا بنقلة واحدة. حتى صارت ظروف غريبة بتوقع بتصير، إنه صار بس بدك تحرك يعني بس بدي أنتظر. أنا بالمباراة صرت أقول خلاص ما بدي أفكر، ما بدي أحلل، ما عندي قدرة يعني عقلية إنه أقعد أحسب، بس إنه أصفن بالرقعة، هيك أطلع بالرقعة على امل انه يعني نشوف هيك شيء بدون تفكير. ولكن حتى هذا الشيء ما كان فيني، مجرد ما لعب خصمي انا فورا حركت بدون يعني ايدي تتحرك، بدون اوامر من الدماغ، فخسرت بخساره شنيعه. والمباراه انتهت بخمس دقائق، لسه في بعض الطاولات لسه ما لعبت النقله الاولى، فالكل صاروا يطلعوا يعني انه شو هالدور اللي خلص بهي السرعه. طبعا السؤال هون انه شو الفرق بين اللاعب اللي لعب معي اول جولة واللاعب اللي لعب معي تاني جولة؟ ما هن لعبوا مع نفس اللاعب مع نفس تحضيراته، وفرق بيناتهم عدة ساعات، بس واحد لعب مع لاعب بكامل تركيزه وبكامل قوته وبكامل استعداده، واللاعب التاني لعب معه نفسه ولكنه كان مطفي وخارج التغطية. فاذا الخصم يعني عامل مهم جدا خارجي عن ارادتك، وبالتالي انت وحظك. طبعا العامل الثاني من عوامل الحظ هو البطولات. البطولات فيها كتير عوامل بتأثر على نتيجتها غير نتيجة المباراة بشكل عام. نحن عم نحكي عن نتيجة البطولة. طبعا البطولة أول شيء بتعتمد على الإزواج، حظك يجي مع لاعبين أقوياء، بينما حظ لاعب تاني يجي مع لاعبين ضعاف نوعا ما وينطلق انطلاقة قوية، حظك يجي مع لاعب قوي جدا يخسرك بأول البطولة وتتحطم نفسيتك. الألوان، نظام الألوان أيضا، مع لاعب قوي والمباراة الحاسمة يكون حظك أنت باللون الأسود، فهي كلها عوامل أنت ما إلك أي دور فيها. وأيضا بالبطولة في عنا شيء اسمه كسر التعادل، أنظمة كسر التعادل، وهي غالبا أنت ما في إلك دور فيها. ليش؟ لأنه مثلا كسر التعادل بتعتمد على خصومك البوخولز أو سامبورن بيرجر، فمثلا أنت لعبت ربحت على لاعب، وخصمك اللي عم ينافسك لعب ربح على لاعب، ولكن اللاعب اللي فاز عليه خصمك يعني كانت نتائج جمو
ممتازة، وبالتالي خصمك صار عنده أفضلية عليك رغم أنه أنت ما عملت شيء، أنت لعبت وربحت. فأيضا كسر التعادل يعني فيها نسبة كبيرة من الحظ. والحديث عن البطولات وحظها وظروفها يعني أمر يطول. ثالث عامل من عوامل الحظ الحدس. طبعا الحدس مهم جدا بالشطرنج. شو هو الحدس؟ طبعا معظم اللاعبين ما في عندهم وقت او ما بيقدروا انه كل نقله يحللوها، فبيعتمدوا على شيء اسمه النقلات الحدسيه. بتشوف نقله تحس انها هي النقله الصح، هي النقله المنطقيه، هي النقله الوحيده. احيانا بتشوفها كتضحيه، فبتشوف انه هي النقله التضحيه اللي لازم تلعبها قوم فيها بتضحية بدون ما تحلل. طبعا ربما تقول لي انت هلا قصرت وما حللت، ولكن هذا الشيء طبيعي وشيء من اهم خصائص لعبة الشطرنج. انت ما فيك تحلل كل شيء، ولو حللت مبدئيا ما فيك تتعمق لتوصل لكل شيء. وان لعب النقلات الحدسية شيء طبيعي جدا بالشطرنج، وهي النقلة الحدسية بعدين ممكن تكتشف انها خطأ، انها كارثة، انها بلندر، انك انت التضحية اللي ضحيتها طلعت فافوش، طلعت على الهواء، وراح تخسر بسبب انت نقلة حدسية. وممكن تكون هاي النقلة الحدسية فعلا افضل نقلة بالكون، ومنشوف يعني كتير لاعبين ربما يكون مستواها متوسط او بداية الجيد وعم يلعب نقلات خارقة، ومستحيل يكون محلل كل خطوطها وكل تفريعاتها، ولكن حس انه نقلة جيدة وفعلا هي طلعت نقلة جيدة. فهذا الشيء ايضا انا بعتبره من الحظ. العامل الرابع من عوامل الحظ بالشطرنج التحضيرات الافتتاحية. كل لاعب دائما عنده افتتاحيات بيكون قوي جدا فيها، وعنده افتتاحيات بيكون سيء جدا فيها. والحقيقة المواقع المتخصصة حتى لتشيس الآن ظهرت فيها هي الميزة، بتحلل لك افتتاحياتك وتعطيك نسبة الفوز ونسبة الخسارة بكل افتتاح. فأنت عم تلعب مع خصمك، أنت ما فيك تحدد مسبقا شو هو الافتتاح اللي بدك تلعبه. مثلا أنت بتلعب E4، بس انت عليك تختار نقلة الE4، ولكن خصمك صار عليه هو يختار التفريع الثاني، بده فرنسي، بده E5، بده السكندنافي D5، بده السقلي، بده التفريعات الحديثة مثلا البي 6 او الجي 6. انت ما فيك تحدد. بعدين هي بس عم نحكي بالنقلة الاولى، بالنقلات الثانية رح يتشعب الموضوع ورح يتفرع الموضوع، فرح تلاقي حالك بافتتاح لك بس 50% من اختياره ربما يوصلك لاوضاع انت ما بتحبها، اوضاع مغلقة وانت بتحب المفتوحة، او بالعكس، او اوضاع يعني اشتباكية انت بتحب الاوضاع الاستراتيجية الهادية. فالتحضيرات الافتتاحية يعني عامل مهم جدا من عوامل حسم المباراة، واللاعب يعني له 50% فقط من اختيار الافتتاح. وهذا الشيء بذكرني بقصة طريفة أيضا بعام 1995 بمباراة العالم كاسباروف ضد أناند. فبتجي معلومات لكاسباروف أنه الأناند محضر تحضيرة قوية بأحد الافتتاحيات، بتوقع أحد افتتاحيات جامبيت الوزير، دفاع هند الملك أو شيء، ما نتذكر الافتتاحية، ولكن بعطول خط تقريبا الافتتاحية اللي بده يلعبها أناند ويكون محضرة. فكاسباروف يعني بيحضر تحضيرات رهيبة ضد تحضيرة أناند، فعلا بيلاقي خطوط فوز وبيلاقي يعني أفضلية كبيرة، ولكن لما بيلعب أناند ما بيلعب هذا الخط وبتمشي المباراة. طبعا بهاي المباراة بفوز كاسباروف، ولكن بعد ما تنتهي المباراة بيعرف أناند يعني بيخبروه انه انت كنت بدك تلعب هذا الافتتاح وكاسباروف حضر لك هاي التحضيرات. فلما بشوف التحضيرات أناند يعني بنذهل، فبقول حظي جيد انه ما كنت سمعان عن هذا الافتتاح. يعني لو شايف التحضيرة كان بده يلعبها هي تحضيرة جيدة، ولكن تحضيرات كاسباروف كانت رح تكون اقوى ورح يربح. فأقول انه حظي انه ماني محضر هذا، يعني ماني محضر هذا الشيء، كنت يعني كانت المعلومات غير صحيحة. فحظ أناند انه فعلا ما نحضر هذا الخط، او ربما يكون بالصدفة انه يلعب هذا الخط. فاذا التحضيرات الافتتاحية ايضا بدنا نعتمد على الحظ بتحديد المواقف الناتجة من الافتتاح. من عوامل الحظ بالشطرنج هو تعقيدات اللعبة. اللعبة هي لعبة معقدة جدا جدا جدا، وطبعا ما في اي لاعب بالعالم، ولا حتى كارلسون ولا كاسباروف ولا اي لاعب في يحلل كل شيء ويضمن نتيجة أي نقلة 100% غير المواقف البسيطة الأخيرة. فبالتالي أنت بدك تلعب وتعتمد يعني نوعا ما على الحظ لنشوف مخرجات هذا اللعب، خصوصا لما تكون عم تلعب مع لاعب يعني قوي أو من مستواك.
فمثلا انت بتلعب لعب صحيح ونقلات منطقيه وما بتعمل اي بلندرات والافكار الاستراتيجيه، ولكن بالاخر بتوصل لموقف دقيق جدا ولكن افضليه لخصمك. فانت ما غلطت، واذا بتحلل الدور 100 مره ما بتعرف انت وين غلطت، ولكن خلص هيك النتيجه يعني صارت. وخصوصا بالنهايات الدقيقه يعني موقف، يعني حركه واحده موقع ملك راح يغير نتيجه كاملا. طبعا انت ما فيك تضبط هذا الشيء، ما فيك تحلل كل شيء من اول دور او من اول الخط لاخره وتضمن انه يطلع الموقف لصالحك. فبتلاقي كثير لاعبين يعني ملعب طبيعي ولكن بتكتشف بالاخر انه الوضع خساره، شلون صار خساره ما بيعرف. يعني انا رح اعطيكم مثال واحد فقط، نهايه بسيطه ومن ابسط النهايات، نهايه قلعه وبيدق ضد قلعه. تخيل عزيزي المشاهد انه هذا الموقف ربح للاعب الابيض، بينما هذا الموقف تعادل. تخيل انه طبعا الموقفين النقله عند اللاعب الابيض، تخيل انه هذا الموقف ربح وهذا الموقف تعادل. انت لو كنت عم تخطط من قبل 7 أو 8 نقلات وكان في حصان وفيل وعده بيادق، عم تخطط انه بالنهايه رح يصير عندك نهايه قلعه وبيدق ضد قلعه، ولكن انت ما بدك تضبط انه رح يطلع هذا الموقف ولا هذا الموقف. فهذا الشيء بيعتمد على الحظ، باعتبار انه يعني انت ما لك دور فيه. هذا قصدي، انه ما لك دور فيه، شوف شو بده يطلع، وبالنهايه يعني رح يطلع موقف ربما فوز لك، ربما تعادل، وربما يكون خساره ببعض الاحيان. هذا الشيء ما رح يكون تحكمك وسيطرتك. طبعا بالاخير انا برايي انه التصالح مع فكره وجود الحظ بالشطرنج فكره مفيده جدا، رح تزيل عننا الضغط، رح تزيل عننا لوم الذات وجلد الذات في حال اي خساره، رح تخلي البطولات ممتعة أكثر. خلاص أنت بتشارك ببطولة واللي بيصير يا محلا، فرح تكون مرتاح نفسيا أكثر، وما رح تحمل كل الخسارة وكل المصايب اللي رح تعملها على نفسك، وبالتالي يعني هذا الشيء رح يكون عامل من عوامل الإحباط. وأكيد يعني القناعة بوجود الحظ بالبطولات رح يخفض لك نسبة توقعاتك، ما بتدخل البطولة وأنت ضمنانة، لا ما بتعرف شو بصير، وهذا الشيء يعني بيكون حامل عاطيك أمان نفسي ضد أي هزيمة، تكون انت متوقع انه راح يكون ربما يكون في هزائم بهاي البطوله. طبعا هذا كل شيء عندي هيك خاطره سريعه والله بدون تحضيرات كبيره، فبتمنى انكم تعطوني رايكم بالتعليقات، رايكم بهمني جدا، وتدعمونا تشتركوا بالقناه وتشتركوا بقناتي الثانيه وتشتركوا بقناه العاب الذكاء الصناعي، كلها الروابط بالوصف. وهي قناة ألعاب الذكاء الصناعي لصديقنا كرم مسعودي. شكرا للمتابعة، نلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.